مشاهدين متابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم. خرجنا اليوم باش نسولو الشارع المغربي على لو 14 فيفريي، اشنو كيعني ليهم واش كيحتفلوا فيه ولا لا؟ خليكم معنا باش تشوفوا اكثر. كي دايره سلوى؟ لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. وانتي؟ لاباس الحمد لله. اشنو كيفكرك لو 14 فيفريي؟ عيد الحب. عيد الحب، براو. لما تبغي تقولي اليوم جو تام؟ ماما وبابا. شنو كيعني لك لو 14 فيفريي؟ بالنسبه ليا لو 14 فيفريي بدعة. بدعة. زوينة البدعات. Do you believe in Valentine's Day? For me, I don't believe in Valentine's Day, but I guess there's love. People can find love, can find their partner, and yeah. قولينا نهار 14 فيفريي، 14 فبراير، شنو كيعني لك؟ عادي، نهار عادي. ما عرفتش شنو كاين؟ عارف اش كاين، ولكن نهار عادي. اشنو كاين؟ فالنتاين. فالنتاين. لو 14 فيفريي، سا سينيفي كوا بور فو؟ Je crois que c'est la Saint-Valentin. C'est le Saint-Valentin, bravo. Le Saint-Valentin, d'accord. Qu'est-ce que ça fait, l'Aïd l'Hub? Là. Alès? Hitma, ma kin hub. Ma kin hub. Le calme, ma kin drops. Là. Ma kin tchir relation. Là. Ma kin la khatib, la zouj, la habib. Est-ce que nous avons le 14 février? Oui, là. Arfa, est-ce que nous avons le Veda? Est-ce que nous avons le Saint-Valentin? Saint-Valentin. Ma kin tchir? Alès? ما كاينش مامن. واش هاد الزين كامل وما كاينش مامن؟ ما عطاش الله. Tell me, do you have a boyfriend? No, I don't. Why? Because I don't find one yet, but because actually I don't find like a partner who's going to vibe with me and stuff like that's it. I don't believe in love because I find like it's just something to for like kids and stuff. I don't feel. قولي لينا، شنو كيفكرك 14 فيفريي؟ 14 فيفري هو عيد حب مجيد، كانت من الجميع الأمة الإسلامية عيد حب مجيد. زوين الحب زعما شي حاجة جميلة، ولكن أنا أقوى حب كنت أثر به هو الحب للوالدين، من غيره ما كاينش حب. اليوم غادي نطلب منك تعيط الخطيب ديالك أو الزوج ديالك أو الحبيب ديالك وتقولي ليه كان بغيك ونشوفوا ردة الفعل ديالو. لا، ما عندي لا خطيب لا حبيب لا زوج. لما تبغي تقولي جو تام اليوم؟ ماما وبابا. ولكن شنو كاين؟ شنو كاين؟ نقول لك واحد القضيه، ذاك النهار كلشي هذيك استغربنا واحد الظاهره اللي هي ولات يبان لي كلشي لبس الاحمر بحال جوج فردات يبقاو غاديين هاك نونوس كبير الشكلاط عيد الحب زعما ذاك النهار كيقول لك قالات بالضبط عيد الحب وحنا الحمد لله الايام ديالها كامله الحمد لله حب وما سرات راه ما عندناش غير لوكا. ولكن ماشي مشكله اللي كنجي غادي يجي واحد النهار ونحتفلوا به ونقولوا للناس اللي كنبغيوهم كنبغيك. و كان بغيت نقدر نقولها هنا يوميا، نقولها كل ساعه، نقولها كل دقيقه، نقولها لامي، نقولها للمرسي اللي تزوج، نقولها لبنادم اللي عزيز عليا. خلينا ندير من ماماك. مهدي لما كيقول كان بغيك؟ شحال من وحده شتيك عرفتي تعطلتي بزاف بحال كاينين بزاف. كاينه وحده دابا الساعه اليوم جبدوا لك الصداع. كاينه وحده. كاينه وحده. شنو تبغي تقول لها؟ قول لها شوف الكاميرا وقول لها كان بغيك. صافي. من القلب خرج من هذا. واخا راه قلبي راه خليتو روك طوفيرسو ساعه شوف كاع خرجوا فالصو ولكن هذه تبارك الله. ياك سلوى ما عندهاش اليوم الخطيب او الزوجه او الحبيب ديالها؟ ما عنديش. علاش؟ بغيت نكون بوحدي. في الامتى؟ تيجي بالله وصافي. بارك الله عليك. ورساله ديالك اليوم لماماك وباباك تقول لهم جو تام؟ بغيت نقول لهم كنبغيهم بزاف و ان شاء الله بغيتهم يشوفوني في المستقبل شي حاجه. تقدر بالليل ولا بالعشيه حقا هابي سان هابي سان فالونتان ميساج وصافي. عارف ميساج؟ اي ميساج حنا صافي داكشي قابله عليا فهمت كيفاش هادشي اللي كاين. مهدي رومانتيك؟ انا رومانتيك نقول لك ايامات نعقل حنا على ايامنا كنا صغار نتفرجوا في شاروخان 98 99 كان داك الحب فري شي الحب راه مشى مع شاروخان وحسني مثلا هاد لا جينيراسيون ديال الواي واي والاي اي هادشي راه هذا هو اللي عطينا شي مقطع ديال حسني تبغي تبين الخطيبه ديالك انك كتبغيها. راني ندم على الايام اللي ضاع صغري وشبابي فيها شاب راسي والكذب حرام مازال ما لقيت اللي نبغيها وهنا انا مازال ما لقيت اللي نبغيها. تحيه لكم كاملين تبارك الله عليكم. So you think that we should or we need a day to celebrate Valentine's Day and Valentine's or celebrate love or not? I guess you can celebrate this day with your partner, not
in Valentine's Day. You can share love with people every day. So we can share love every day, not just 14 February. Yes. Okay. You want to love? No. Why not? I didn't find the partner that I like. I don't know. I didn't like. Okay, I hope that you will find it. I hope you will find it. مش كتحتفل بيه؟ لا. محمد امين اليوم القلب ديالو ما كيضربش؟ لا. ما يمكنش. والله. عرفتي شنو عذبتيني انا قصير وانت طويل وكندير هكذا. انا ما تعذب حالك. ماشي مشكل لا يخليك. القلب ديالك ما تيضربش؟ لا ما كيضربش. لما تبغي تقول كنبغيك؟ الوالدة والوالد. الوالدة والوالد ضروري والعائلة هذيك الشيء راه حنا عارفين والجيران كلهم كنبغيوهم ولكن خليني انا فالحب الافلاطوني ما كاينش. لا لا ما كاينش. ما يمكنش. لا والله. ما عندك حتى شي علاقة؟ لا حاليا لا. علاش؟ بنتي لي انت تغدرتي. لا ياك بنتي لي قلبك مقصح. لا لا ماشي ما كاينش. لا والو. لا والو. ولكن بنتي لي كانت ما عمرك ما دستي شي علاقة ما يمكنش. ضروري. ها عاود لينا. واه بزاف. شنو وحدة؟ قلبك قصاح بزاف. عاودي لينا شنو صرا. هو كان كيدوي مع وحده اخرى وانا كنت كنحسب بلي راه كيدوي معايا بوحدي. عطاني المود باس تاع انستغرام قلت ليه ودار في الثق يعني قلت ماشي مشكله واخا ما ندخلش. فاش دخل لقيت بزاف الحوايج اللي يعني شي حاجه اللي صدمتني بزاف. اش كيجي كاع الدراري كيخونوا؟ ماشي كلشي حقيقه يعني ماشي كلشي. كاينين اللي وكاينين اللي لا. اي دابا الانستغرام سال لكم العلاقه ديالكم حقيقة. حيت ملي كنا بقيناش كندويو في واتساب يعني قلنا صافي بلاش نمشيو الانستغرام يعني نبقاو نشوفو تمايا وندويو. صدق كان هذاك هو الحب الاول؟ لا ماشي اول واحد ثاني واحد. ثاني واحد. ثاني واحد. هنا وحده فيهم بعدا. بزاف فيما كنسول شي ولد كيقول لي بزاف كاينين بزاف د العلاقات. الاخرى الاخرى هادي شي شهر بحال هكا. علاش تفارقتو؟ صراحة كنا هي مناش لعب حيت قالت لي ماغاش غلاصون سيريوس يعني غا مدة وصافي. المهم فاش الغريب هي فاش مع تفارقنا في الباص بدل لاحت سمية ديال شي واحد ما عرفتش شناهو سمية ديالو سمية الأولى ديالها. فسول إيوا لقيت دايرة واحد اللعيبة في انستغرام فسولت ديالها شاد الشي قالت لي أنت ماشي سوقات مابقيناش أونسون. من بعد فاش متلاقيش معاها عاوتاني سولت قالت لي لا أنا ما مصاحباش ما والو ما كاين مع حتى واحد دابا. مع الوقت كندور فيسبوك وطلع عندي واحد السميه تي كتبدا بالحرف نيت اللي دايره هي. دخلت لقيت دير هادشي اللي دايره في البيو دايره هو الكماله يور ماي ريزن اي بليف ان فيس هو داير يور ماي بارادايس دايره لعيبه يعني كيعيشوا الحب ديالو بصح خلاهم محمد امين. خسراتك؟ ما عرفتش واش خسراتني ولا عندها عادي ما عرفتش. ما متعقدش لينا من البنات راه ماشي كلشي بحال بحال. لا لا عادي عادي جدا هادشي في المغرب عادي. شنو كيعني لك 14 فيفري؟ هو يعني كيعني ليا الفرحه والسرور وكل حاجه زوينه ان شاء الله كنتمنوها ان شاء الله. مزوجه؟ لا. كتبغي؟ ها؟ زوجه واحد الساعه كنت وين دابا لا كنتي كتبغي؟ كنت كنبغي. علاش تفارقتوا؟ ايوا ما تفاهمناش وصافي. علاش؟ اشنو دار الزين هذا؟ هو سوء تفاهم وصافي. كتعرفي المراه اللي كتاخذ الراجل يعني مشكيك راه. Yes. I see. So you don't believe in love because you see that it's something just for kids. Yes, exactly. Do you believe in marriage? No, I don't want to be like I don't want to get married or something because I don't like I have commitment issues and stuff like I don't like to be with the same one for like a long time and stuff like you're just going we're just going to vibe and stuff and. Like you should go in your life. I see that I can feel that you left a bad experience in love. That's why you are talking like that. No, I actually never experienced love. Never. Never. And I don't want to because I see a lot of my friends like they experienced it and it was not a good thing to do in this life. I see. Yeah. So tell me, who you can say I love you today? To my mom. Tell her. I love you. I love you, mom. I love you, mom. Like you mean it. Come on. I love you, mom. She knows that. Like I don't like to talk about my feelings, but she knows that I love her. And yes, I do. Sure. يعني ما عندك لا رلاسيون ما كاين لا حبيب لا خطيب لا زوج. والو. ما يمكنش. والله. القلب. لا ما يمكنش. والله ما نكتب لك يا ما. قلبك ما كيضرب ما كتحبي في الخفاء. حقيقة باقي لحد الآن ما جابش الله. وان شاء الله الله يجيب لك شي ولد الناس ان شاء الله. فيتي لو سان فالونتان
pas forcément. Je me rappelle pas avoir fêté la Saint-Valentin. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être j'ai jamais été assez amoureuse. Ah, tu n'es pas amoureuse? Bon, peut-être pas assez pour fêter la Saint-Valentin. Je vois. Aujourd'hui, vous êtes en relation? Oui. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre amoureux aujourd'hui? Qui a longtemps j'attendais quelqu'un et je l'ai trouvé. Très bien. Est-ce que vous pouvez lui dire je t'aime devant tout le monde? Oh là là, ben, il n'est pas ici. Ben, il n'est pas ici, mais il va te regarder par notre caméra. Ah bon? Okay. Courage. Tu dis quelques mots. Bon, vous savez, moi je suis africaine, l'amour. Nous sommes tous des Africains. On déclare pas ça en public. Hein. C'est difficile à dire. Aline, c'est nous sommes tous. C'est facile à le prouver, mais c'est difficile à dire. Bon, Cyril, pourquoi? Je t'aime. J'ai déjà dit. Ouais. Cyril, je t'aime. Oui, mais pourquoi? C'est une bonne question. Et c'est une bonne question. Nous sommes tous des Africains. Oui. Moi, je suis africaine marocaine. Oui. Vous êtes africaine de Cameroun. Oui. En fait, je vois qu'il y a un problème. Nous, on vit l'amour, mais on ne peut pas dire, on peut pas le déclarer. Oui. Pourquoi? Bon, je me dis que ça dépend de comment on nous a élevés. Question d'éducation? Oui, question d'éducation, oui. Mais c'est pas méchant de dire je t'aime? Non, pas vraiment. Oui, parce que pour nous, on ne dit pas je t'aime à bas âge. Ce qui fait qu'on grandit avec ça comme ça. C'est vrai. Et on prouve juste qu'il y a avec des gestes, mais les paroles... C'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, depuis Ashwaka, vous allez dire je t'aime à votre bien-aimé. Tu lui dis je t'aime. Mon bien-aimé, oui. Cyril, je t'aime. Je suis venu le 14 février. Je suis venu le 14 février. Maman, je suis venu le cadeau de l'amour. Maman, le cadeau, il est venu. Il est venu. Mais qui est-ce? Mais qui est-ce? Je suis venu. Maman ou Baba. D'accord. شو اخر كادو جاك في عيد الحب اخر مره؟ سلسله. هذا العام قول لهم انا باغا طوموبيل باش نعرفكم واش كتبغوني ديال بصح. داكشي. شنو تبغي تقولي اليوم لماما كولا باباك حيت هما اللي قلتي لي كتبغيهم؟ كنبغيكم بزاف، نتوما اعز حاجه عندي في هاد الدنيا، وكنشكركم بزاف على يعني على التقدير ديالكم، على الوفاء ديالكم ليا، على اي حاجه. شنو بغيتي تقولي للعريس الغفله، العريس اللي باقي ما جاش، اللي الله جاي في الطريق؟ قولي سربي. ها اللي غنشدك غن. اش غادي تدير؟ جاي على رجليه هذا، شتو تعطل؟ جاي على السلحفات. راكب على السلحفات، اش غتقولي لي؟ يجيب لك الدفوع في الطياره حتى انت؟ لا. فاش؟ ما نقدرش نشرط عليه داك الشيء. شيماء اليوم شنو غادي تبغي؟ تبغي على الحب في السواج صافي. شيماء إلا جا شي واحد يخطب فيها، شنو غادي يطلب؟ الثقة. الثقة والتفاهم. بحال هذا الشيء، يعني الا ما كانوش هادو ما كاين حتى حاجه في العلاقه. انا كنحب الوالده، والله يطول لي بنتك في عمرها، والله يخليها ليا. هدي لها شي مقطع ديال الام. ديال امي. ستي الحبايب يا حبيبه يا حبيبه يا امي العزيزه يا حبيبه يا حبيبه. الحب هو كل شيء. تخرب الكل. كتحبي راسك، كتحبي والديك، كتحبي كل حاجه زوينه كتحبيها، كاع اللي كيبغيك راه كتبغيك. مشاهدين قناه اشواق تي في، مرحبا بكم مره اخرى. كانت هذه هي اراء الشارع المغربي على لو 14 فيفري. خليوا الاراء ديالكم نتوما في التعليق. كانت معكم مريم فتحي، خلف كاميرا حمزه بوقنادل. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.